يسعد صباحكم صبايا. اليوم نعمل مرتديلا، ممكن بدجاج، الطريقة نفسها بتنطبق عليها. اللحم ممكن يكون عجل باتيلو صغير مشان يكون طري، وممكن يكون خروف. الفرق بين الخروف والعجل انه الخروف بيحوي على عروق دهنية، نحن بدنا اقل سعرات حرارية كالوري بالنسبة لانه نحن عم نعمل دايت. صبايا كتير سهلة، نحن بحاجة لمكسر كيلو اللحم بيكون بهالشكل صبايا. نحن بحاجة، بدي اخذ هالتوست لنخالي، بدي اطحنه بالمكسر، بدي اخذ مقدار فنجانين قهوة صبايا. هدول الفنجانين هلا قدامكم رح اقيسه لأشوف شقد يطلع بكب المقاس. نحن بحاجة لفستق، بنعرف المكسرات مفيدة، حطي حسب الذوق الشخصي. نحن ناكل كل يوم قطعتين مو أكتر. نحن بحاجة لتلج مشان وقتنا نخفو الهبرة. نحن بحاجة لبيضة وحدة صبايا، توم مطحون، براس المعلقة دبس بندورة بتعطي لون زائد طعم، ملح بشد اللحم. البهارات هي بهار أبيض، ده أقرب لك، بهار حلبي اللي بيحوي 7 مكونات منزلته بقناتي صبايا، قرفة، ومثل ما قلنا ملح، وجوزة الطيب. هاي هي جوزة الطيب، ببشر بشرة بس صغيرة. هدول هنين المقادير. خلينا نشوف. أول شي بدي أطحن الكوس. طحناهم صبايا، يا ريت تركزوا معي، انا بدي اعمل نص كيلو، مو كيلو، نص كيلو. معناتها النص كيلو بحاجه لمقدار، اذا ما بدك تعمليها دايت بتحطي بقسومات. نشوف ايش قد يطلع. نص كب واقل تعملي بهالشكل، تمام. هلا ايش بدنا نعمل صبايا؟ بدي احط ثلج هون بهالشكل، وبدي احط هاللحمه هاي، وبدي اخفقها على دفعات. الثلج بشد اللحم، بدنا نشوف شلون بدنا نشتغل. وبدي احط البيضه شوي شوي، وبدي احط التوست. صبايا يا ريت نركز شوي، شوفي ايش بدي اعمل. هذا هو اللحم كله، كل شوي ايش بعمل؟ بحط هاي، حطيتها لتلف على بعضها، بحط شوي من الكعك، بحط شوي من البيض، بيضة كاملة صبايا، بدي احط ثوم، بدي احط حسب خفاقتك يا ترى اتسع هالكمية كلياتها. هاي البهارات بدي ارد احط، وبدي اخفقها مظبوط. صبايا بدأ تم اخفقها، لأ حسة عم بتلف على بعضها. هلا بدي اشيل هالوجبه، احط الوجبه الثانيه، وبدي ارد احط كماله البيضه وكماله التوست. بدي اعطيكي نصيحه صبايا، اذا ما بدك توست ممكن تحطي لوز ني تطحنيه، ممكن تحمصيه بدون زيت بدون شيء نهائي، بعدين بتطحنيه ناعم جدا وبتعتبريه هو فنجان البقسماط او فنجان التوست. تمام صبايا، بدي اكمل شغلي لاخذ عجينه لزجه، هلا بفرجيكي اياها. شلتها صبايا على جنب، بدي اكمل. بحط ثلج، بحط اللحم، بحط
بخلطة خلطة أول شيء. صبايا لتلف على بعضها، التلج فائدته اللون الجميل، المحافظة على اللون الجميل وبشد قوام اللحم. هلأ صبايا راح أحط بقية الخليط وراح أحط بقية البيضة. أنا عملت يا صبايا نص كيلو، نص كيلو، وراح أخلط. شايفين التلج صبايا؟ هلأ شوفوا إيش بعمل. صدقوني طريقة التحضير هي الأهم من المقادير. هلأ شايفين هالمزيج؟ هلأ بخلطهم مع بعضهم دور تاني لآخذ تجانس الدبق، بدبق بإيدك. هذا هو دليل النجاح للمرتديلا، إن كان الدجاج يا صبايا وإن كان لحم نفس التحضير. هلأ بدي أخلطهم مع بعضهم بهالشكل صبايا، بخلطهم مع بعضهم وبخفقهم مرة تانية. وزبطي الملح، بدي أفرجيك إياه شلون لافف على بعضه. شايفة؟ هاي هي المرتديلا الناجحة. ننتقل لطريقة تشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم صبايا، هذا هو المزيج دبق. شوفي شلون التلج، هي أثار التلج لسه، هي التلج ما دابت. بحط جنبي تلج مع ماء بلت إيدي. عندك خيارات، بتحبي ورق زبدة، بتحبي كيس نايلون حراري، بتحبي جود بالموجود، جرابات النسائية، الكولونات النسائية أنا بستعملها بفخر، بغسلها وبعقمها وبحط المرتديلا فيها، وممكن بشاش، اختاري المناسب. رح أعلمك أول شيء الطريقة الأولى. كياس نايلون حراري بصير، نايلون المتوفر عندك، بعمل التلج بهالشكل. باخد الهبرة دبقة، شوفي شلون التلج، أنا هذا التلج هلأ بكبه. وصلت الفكرة صبايا؟ هذا سر من أسرار المرتديلا الناجحة. ببل إيدي ماء مشان ما تلزق معي، وممكن ببساطة بكيس النايلون أعمله هيك. تعمليها سماكي بهالشكل، تمام؟ بدي احط فستق بهالشكل، ما بدك فستق انت حره صبايا، بعمل بهالشكل تمام مشان الفستق يكون متباعد. بحط ثلج بهالشكل بس، برد ممكن بهالشكل، ممكن مثل كبة المبرومة صبايا، حسب الدائرة اللي بدك اياها انت، بدك اياها رفيعة، بدك اياها تخينة، من مزدة ومنرص، منرص صبايا بهالشكل. بدي اعطيكي كمان سر رائع صبايا تعملوه بهالشكل، بتتخلصوا انتم من كيس النايلون، ما هيك؟ انه على اساس مؤذي، مع انه في شيء بهالحياه مؤذي اكثر من هالكياس النايلون. صبايا بعمل بالصينيه بس جمدوا معنا بكل بساطه، فكي النايلون وفورا من الفريزر وهي جامده، تغلي المي والخل والمنكهات العطرية وبتنزليها، تاخد بهالعملية صدمة، بتثبت شكلها، ما بتفرط معك. بس أنا هلأ إذا عملتها بهالشكل وجيت بدي أسلقها صبايا رح تفرط معي، ما هيك؟ في طريقة تانية بتتقلى بسمنة، نحن نعملها دايت، منثبت شكلها بتشويحة بالسمن أو بالزيت وبعدين منسلقها. والأطيب إذا بدكن ياها مايلة دايت، منسلقها وبعدين منشوحها بسمن
طيب. تاخذي الطعم الأطيب لأنه بتحتفظي بلون ذهبي وطعم القلي. طيب صبايا شوفوا شلون هلا بدي أعمله بهالشكل، ممكن شايفين اتثبت شكله أسطواني. بدي إياها مصقولة بهالشكل وبحطها على جنب صبايا بالصينية وعلى الفريزر بهالشكل. بقيمة أنا بهالشكل صبايا، بقيمة بالفريزر. بعطيك التشكيل بورق الزبدة. شايفين التلج صبايا؟ ملازم لهبرتنا. شايفة شلون ما عم تلزق بإيدي نهائي؟ باخذ الفستق بهالشكل ببرمه برد صبايا. في منهم بيحبوا لي الدهنه اذا ما في دايت، اذا ما في دايت، وفي منهم بيحبوا شرايح توم. ممكن تعملي شرايح توم بهالشكل. اللي ما بيحبوا توم لا يحطوا نهائي. تمام صبايا بهش بهالشكل. ممكن جود بالموجود الجرابة نسائية بتغسليها وبتعقميها وبفخر بنستعملها. ما بدنا تمثيل، بدنا واقع، ما فيها شيء نهائي. بهالشكل صبايا. هلا بفرجيكي إذا بدنا نحطها هون شلون. ممكن تمزديها بواسطة كيس نايلون بهالشكل. هاي الثلج بنحط الفستق بهالشكل، بعدين بنبرمه، بنرد بنحط فستق هون مشان نوزع الفستق. ممكن شرايح ثوم صبايا بهالشكل. بعطيكي خيارات، ممكن ورق زبدة، هذا ورق زبدة، ممكن كيس نايلون، هذا كيس نايلون، وممكن هلا بفرجيكي شلون الجرابة. طبعا معقمة هاي صبايا بخل بهالشكل. السجق على فكرة صبايا، أنا السجق بعمله بهالشكل. بربطها ومن هون بربطها بشكل جيد وبحكمها مظبوط وبقيمة بالفريزر. حطيها بكيس نايلون اذا حطها توم مشان ما يصير صبايا ريحة. هدول بدي اقيمهم بالفريزر، انا عيلتي صغيره ما بتستهلك كثير. هي بتكفينا 3 ايام لانه كل واحد اذا عملي دايت انت ما بدك تاكلي اكثر من 3 شرايح صغيره، تمام، على الفطور، او شريحتين اذا كانوا خيارات. ورق زبده بنايلون الجرابة هو بكل فخر. لي مي صبايا، حطيت ورق غار، حبتين هال. إذا ما بدك تحطي توم داخل المرتديلا، في كتير ناس ما بيحبوا توم المطحون داخل المرتديلا، إيش بتعملي بهيك حالة؟ بتحطي سن توم واحد مع الم...